أهلا بكم مشاهدين في حلقة الليلة من هاشتاج وتتابعونا فيها. أفريقيا يا زمالك يتصدر تويتر في مصر بعد أول فوز للأبيض في بداية مشواره الأفريقي. لبنانيون يتساءلون زبالتنا لوين؟ هاشتاج طلعت ريحتكم يعود للنشاط من جديد. مغردون ينتقدون مسيرة التعليم في الجزائر. وأخيرا في نقاش اليوم، استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، كيف يؤثر على حياتهم وشخصيتهم؟ كل هذا في هاشتاج وأكثر، فتابعونا. أهلا بكم في هذه الحلقة من هاشتاج، ندعوكم دوما لأن تكونوا ضيوفنا مباشرة على الهواء عبر حساب سكايب اي جي مباشر، وبإمكانكم أيضا أن تشاركونا عبر حسابينا على تويتر وفيسبوك في اختيار الموضوعات للحلقات، وكذلك التعليق على موضوعاتنا والإجابة على استطلاعات الرأي التي نجريها يوميا. والسؤال لليوم هو كيف تؤثر أو يؤثر استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي على شخصيتهم؟ تؤثر بشكل سلبي أم بشكل إيجابي؟ يمكنكم دائما أن تغردوا بآراء أخرى بالطبع لنقوم بعرضها أثناء النقاش على شريط التفاعل، حرصا على كافة الآراء المختلفة، فشاركوا. حقق فريق الزمالك المصري فوزا مهما في بداية مشواره الأفريقي بهدف نظيف سجله المدافع محمد كوفي في مرمى نادي يونيون دوالا الكاميروني، وذلك في ذهاب دوري الثاني والثلاثين أو الدوري الثاني والثلاثين وهو دوري أبطال أفريقيا. وبهذا الفوز حقق الاسكتلندي أليكس ماكليش المدير الفني للزمالك أول انتصار إفريقي له مع الفريق المصري، ليضع الزمالك قدما في دور 16 للبطولة ويسهل المهمة في مباراته مباراة العودة يوم السبت المقبل على ملعب بتروسبورت بالقاهرة. وقد احتفلت جماهير الأبيض بأول انتصار إفريقي لفريقها هذا الموسم بحضور هائل على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع هاشتاج أفريقيا يا زمالك ليتصدر الأكثر تداولا في مصر خلال الساعات الأخيرة مع عدد هائل من التغريدات التي نستعرض عددا منها. إذن قبل أن نستعرض هذا الفيديو وهذه التغريدات، نشاهد إذن هدف الفوز الذي جاء في أو جاء من خلال تسديدة قوية للمدافع محمد كوفي، وتلقى بعدها تعليقات سعيدة وقوية من معلق المباراة أحمد الطيب الذي حقق جماهيرية كبيرة لدى جمهور الزمالك بعد هذه المباراة، فلنتابع هذه اللقطة لهذا الهدف. تحديدا يعني ممكن تتعمل دي ويتعمل منها حاجات تانية، اوكي وصوب ودي لحد تاني، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا كوفي، عدى كوفي مر كوفي، قد يصوب قد يصوب يصوب، الله 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 النهر النهر لا يغير مجراه والتاريخ لا يغير مساره، والكل لازم يعرف قيمة الزمالك ومقداره، هكذا قالوها هكذا سجلوها في أدغال أفريقيا، عائدون إلى البطولة عائدون. نعم 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 نعم، نادي الزمالك يسجل وكوفي بقرار شخصي، شخصية يا ولد شخصية يا ولد، عقلية يا ولد، الله عليك يا ولد، فرحت كل البلد، النهر لا يغير مجراه والتاريخ لا يغير مساره، والكل عرف قيمة الزمالك ومقداره، الله عليك تسلم رجليك يا حبيبي. لا 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 لا، عدى ومر وفات، عدى ومر وفات وشاط، وجمهور الكاميروني في المدرجات شاط، هيعدي هيفوت هيباصي لا هيشوط، لازم اقول لك توت توت توت، جمهور مصر كله مش بس الزمالك اكيد ديك مبسوط. إذن هاشتاج افريقيا يا زمالك انتشر بشده، ونبدا مع اول من غرد او اول من نستعرض التغريدات له، محمد ماستر، ويقول ادعم جمهور الزمالك بدايه لاستعاده رونق الزمالك المفقود من بدايه الموسم، مبروك يا زملكاويه. التعليق التالي لكوكو يقول في هذه التغريده، النهر لا يغير مجراه والتاريخ لا يغير مساره، والزمالك الكل عارف مقدار الزمالك، نفس جملة المعلق الرياضي. أما هذا المشارك فيقول هيمو، يقول شباب سافر الكاميرون 17 ساعة طيران علشان الزمالك، إدارة ناديه بتحاربه وبتهدد بالحبس وبتحاول أن تمنعهم من الحضور، اتقوا الله في جمهور الزمالك. التغريدة التالية موجهة لمعلق المباراة من حساب زملكاوية، ويقول هذا الحساب أحمد الطيب، وشك حلو علينا يا كابتن،
القارة السمراء برجوع الملكي البيضاء. يحيى قال في هذه التغريدة: حبي مش خسارة فيك يا زمالك يا أصيل، هكذا وصف الفريق. أما ميدو فقد قال في هذه التغريدة: أفريقيا يا زمالك الشعب كله ما ينفعش يبقى ملوك، لأن ببساطة الزمالك نادي الملوك وكل أندية مصر تعرف كده وده كفاية. وآخر تغريدة لنا مع أحمد الشرقي ويقول فيها: مع ماكليش حاسس إن إحنا ممكن نعمل حاجة مجرد إحساس بس، لأن الحقيقة الواضحة لكل الناس إن في فرق أقوى مننا زي النجم ومازن بي. وأيضا هاشتاج إفريقيا يا زمالك. إذن مئات الصور أيضا جاءت على هاشتاج إفريقيا يا زمالك، دعونا نتابعها. بالرغم من موافقة الحكومة اللبنانية أمس السبت على خطة مرحلية لحل أزمة النفايات التي تعاني منها البلاد منذ شهر يوليو الماضي، فإن هذا الإجراء يبدو أنه غير مرض للآلاف من اللبنانيين الذين عبروا عن سخريتهم من الأزمة وطريقة الحكومة في التعامل معها، وذلك من خلال هاشتاج أطلقوه وهو زبالتنا لوين، والذي حقق إقبالا كبيرا من المغردين اللبنانيين المتذمرين من تحول مشهد النفايات إلى مظهر مألوف في الشوارع اللبنانية منذ أكثر من 8 أشهر. جاءت الخطة الحكومية التي تستمر لمدة 4 سنوات بعد نزول اللبنانيين إلى شوارع بيروت أمس السبت في مظاهرات رفعت شعار الإنذار الأخير، وساهمت هذه كلها في عودة النشاط مرة أخرى إلى هاشتاج طلعت ريحتكم، والذي ظل الشعار الأقوى للحراك ضد أزمة النفايات في لبنان. إذن سيل من التعليقات جاء عبر هاشتاج زبالتنا لوين وكذلك طلعت ريحتكم، ونبدأ بالتغريدة التالية لنادية وتقول في هذه التغريدة: زبالتنا لوين اللي العالمية أو إلى العالمية إن شاء الله ستدخل موسوعة جينيس أو جينيس كما تقول. نذهب إلى هذا الحساب أوديتي يقول: زبالتنا لوين، حقي أعرف ما في حل جذري للنفايات اليوم، ريحة الزبالة عافى بكل لبنان للأسف. مريم قالت في التغريدة التالية: زبالتنا لوين على بيت كل مسؤول فرض نفسه بالتمديد، هكذا تقول. أما التعليق التالي أو التغريدة التالية لي كي جي تقول: لولا فسحة الأمل ما لولا فسحة الأمل ما أضيق الحياة، الحراك لن يموت، ما طال هناك شباب تؤمن بالغد الأفضل لا للاستسلام. نذهب إذن إلى التغريدة التالية لأنزو يقول فيها: زبالتنا لوين شكلها باقية بالطرقات ونحن راح نهاجر ونترك لها البلد، عن جد مش مزح. وأخيرا مع تغريدة من زينب حجازي تقول فيها: زبالتنا لفين، فرقنا السياسيون وجمعتنا الزبالة. عدد من الصور تم تداولها أيضا على هذه الأوسمة فلنتابع. دشن نشطاء جزائريون هاشتاج التعليم في الجزائر، وذلك لتقييم مسار العملية التعليمية في بلادهم، والتي وصفوها أو وصفها الكثير منهم بأنها عملية فاشلة بشهادة العديد من المنظمات الدولية. وطلب المغردون بضرورة إجراء إصلاحات فورية للعملية التعليمية والتركيز على تحسين أوضاع المعلمين والطلاب على حد سواء.
بالإضافة أيضا إلى تطوير المناهج ومواكبة الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مؤكدين أن التعليم الأكاديمي في بلدهم بلد المليون شهيد لا علاقة له بالمجال التطبيقي. نتابع أيضا بعض التغريدات التي جاءت على هاشتاغ التعليم في الجزائر، حيث كتب مانو وقال في أول تغريدة رصدناها: والله التعليم في بلادنا ضاع في الحضيض، شوف تلاميذ رايحين يقروا تقول رايح للإعدام. نذهب إلى نور الدين والذي غرد قائلا: التعليم في الجزائر طبعا التلميذ راح يكون بمستوى التعليم الذي تلقاه أو بمستوى الملقي، أعرف الكثيرين من ذوي الشهادات لا يستطيع كتابة جملة مفيدة. خديجة قالت في هذه التغريدة لها: التعليم في الجزائر له محاسن ومساوئ، سواء من حيث الأرضية التي يعتمدها أو القوانين التي تنظمه، فهو أكثر نقطة مثقلة بالمشاكل على مستوى الوزارة. غانية قالت في هذه التغريدة لها: بما أن التعليم العالي في بلادنا يحتل المراتب الأدنى في العالم، نقدر نقول تعليمنا كارثة، هكذا وصفت. أما أم الهيثم غردت قائلة: الأطفال الذين كبروا على حفظ القرآن ووجود كتب في البيت والاهتمام بها أفضل من غيرهم، حتى مع سياسة تدريس منحطة بيبني نفسه من خلال هذه الأساليب والسلوكيات في بيته. نذهب إلى التغريدة التالية لرمزي الجزائري وقال: ترك سلوكيات الطلبة بدون رقيب ولا حسيب إعانة للفساد ونقل العدوى للانحلال، هذا ينبغي اقتلاع جذوره لا إصلاح ذيوله. أخيرا مع آخر تغريدة لنور الإيمان وتقول: ندرس ونتعلم طيلة سنوات شيء ومجال العمل شيء آخر، لا علاقة له بالمنهج، بصراحة لا علاقة بين النظري والتطبيقي. إذن طريقة ساخرة عبر بها أحد شباب الجزائر عن طريقة اختبار المعلمين في بلاده، نشاهد جزءا منها في المقطع التالي الذي عرضته صفحة بوربة الخير، فلنتابع. عليكم السلام، الاسم الكريم بوربة، بوربة الخير شيخ. بوربة الخير. نعم. الدورة كواجد شيخ. السؤال الأول يقول: اذكر لي ثلاث أنواع من السمك. أنواع من السمك؟ نعم. السردين. السردين المقلي. المقلي. مشوي. مشوي على الجمر. وكانت مربي يرحمها ديرنا سردينا في سردينا الشيخ هكذا، وديرها ثوم الحار وكمون، وديرها لنا كني طاجين هكذا تجي تسخن فيها. سخن فيها. سي بون سي بون. سي بون. سؤال ثاني يقول: كيف يتم التنقيب عن الغاز الصخري؟ التنقيب عن الغاز الصخري. كما يدل عليه اسمه فإن الغاز الصخري يتواجد في الصخرة. الصخرة كما قال رئيس الحكومة. رئيس الحكومة. وسهل التنقيب تاعو. تأخذ الصخرة التي يتواجد فيها الغاز الصخري وتضعه في كوش بيبي. هذا قبل المشي. وتعصر. عندما تعصر الكوش بيبي يتقاطر الغاز الصخري الشيء. إذن بوربة خير هو النطق الصحيح لها. إذن نستعرض الآن عدد من الصور من خلال وسم التعليم في الجزائر، فلنتابع. إذن مواقع التواصل الاجتماعي والأسرة، جدل واسع بين الأسر في أروقة منازلهم، بين من يتهم هذه المواقع بتضييع الوقت ومن يشجع متابعتها لما توفره من أفق واسع من الثقافة والمعرفة.
ماذا عن الأطفال ممن تقل أعمارهم عن السن المفترض لاستخدام هذه المواقع؟ كيف يجب على الأسر أن تتعامل مع أطفالها بخصوص هذه القضية، مع العلم بأن مواقع التواصل الاجتماعي هي التطور الطبيعي لاستخدامات هذا الجيل؟ نتعرف على تفاصيل وتوضيح أكثر من خلال ضيوفنا. معنا عبر سكايب تنضم إلينا الأستاذة علا فراتي، الأستاذة في العلوم مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا الدكتورة نسرين خوري وهي الأستاذة في علم الاجتماع وعلم النفس. أهلا بك دكتورة نسرين، وأبدأ بسؤالك دكتورة نسرين. الآن هذه المواقع قد يرى البعض أنها توقع الطفل في حالة من الاستغلال لدى بعض المستغلين على هذه الشبكات أو بعض مرضى النفوذ، فكيف نحمي الأطفال من خلال التوجيه الاجتماعي من هذا الوقوع؟ مساء الخير سيدي إلى كل أعضاء المشاهدين. طبعا أكيد موضوع كتير حلو، لأن الحقيقة للأسف عم بيصير عندنا كتير حالات استغلال من مواقع شبكات التواصل الاجتماعي بالنسبة للأطفال أو المستخدمين اللي مش منتبهين إيش هي مميزات أو إيجابيات. ما بدي أبدأ أحكي بصورة سلبية إنه رح يكون في استغلال، بدي أبدأ رجاء بداية أقول إنه شبكات التواصل الاجتماعي كتير مفيدة إذا تم إيجابية، إذا تم استخدامها بصورة صح. فطريقة استخدامنا لهذه المواقع سواء كنا صغار أو كبار هي بتحدد إذا كان في إلها سلبية أو إلها إيجابية. سألتني سؤال إنه كيف ممكن إحنا نقي أطفالنا من الاستغلال اللي عم بيصير من شبكات التواصل الاجتماعي؟ بتكون من خلال أول إشي تهيئة الأطفال إنه كيف يستخدموا هاي الشبكات. أنا ضد فكرة إنه الأهل بيخلوا أولادهم يفتحوا حساب عمرهم أقل من 13 سنة. لما دكتورة يكون الطفل مش واعي. نعم دكتورة نسرين أرجو التواصل. نعم دكتورة نسرين أعتذر لك لانتقالنا الآن إلى مؤتمر لوزير الداخلية التركي، فلنتابع. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى، نعود لاستكمال النقاش ومع دكتورة نسرين. نعتذر لك عن الإطالة ولكن لأهمية المؤتمر نعود للنقاش دكتورة نسرين. الآن كنا نتحدث عن كيف تنظرين أنت كخبيرة لعلوم النفس وعلوم الاجتماع لسلبيات أو إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للأطفال. طبعا أكيد إحنا بدينا بداية نقول إنه أكيد في إيجابية وسلبية في أي تصرف إحنا بنعمله أو في أي آلة إحنا بنستخدمها، ولازم نجي نتحدث عن الخلويات أو عن شبكات التواصل الاجتماعي فيها برضو إيجابيات وسلبية. هلا بالنسبة للإيجابية الرئيسية بالنسبة إلها إن أنت بتخليك تتواصل مع عالم خارجي وتتعرف على ثقافات كثيرة، ولكن لازم نكون إحنا لأطفالنا أو لإحنا الكبار لازم نعرف كيف نستخدم هاي الشبكات. خلنا نحكي بالنسبة للأطفال اللي عم بيستخدموا شبكات التواصل الاجتماعي، بالنسبة إلي يجب وجود مراقبة الأهل. أنا ضد فكرة إنه نخلي طفل يكون عنده حساب على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي وهو عمره صغير ومو فاهم كيف يستخدم هذه الشبكة سواء فيسبوك أو تويتر أو إنستغرام أو واتساب أو يوتيوب أو غيرها من الشبكات الاجتماعية المفيدة ولا يمكن استغناء عنها في الوقت الحالي. فلازم أنا بقول إنه لازم يكون عمر الطفل بين 13 سنة فما فوق حتى يقدر يستخدم هاي الأجهزة. وللأسف في كتير أشخاص بحاولوا يستغلوا الأطفال من خلال علاقات حب، من خلال سرقة، ومن خلال هذا علاقات. نعم هذا تحديدا ما سأذهب به بالسؤال إلى ضيفتنا أيضا معنا عبر الهاتف الأستاذة علا وهي أخصائية في مواقع التواصل الاجتماعي. علا الفراتي أرحب بك أستاذة علا، وأسألك عن أبرز الحالات التي أخذت على محاولة لاستغلال الأطفال من خلال شبكات مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة دائما الإنترنت، أنا بحب لما أحكي عن الإنترنت بحب أحكي عنه زي كأنه مجتمع، هو مجتمع افتراضي ولازم دائما القواعد اللي نطبقها على المجتمع الحقيقي يعني أو حياتنا الحقيقية نطبقها على الإنترنت. حالات استغلال رهيبة حصلت للأطفال وكان دائما سببها هي عدم وجود تربية كافية أو تعليم أو تثقيف كافي من قبل الأهل أو من المربين
لكيفيه استخدام الانترنت بالنسبه للاطفال. نعم انت هناك يعني استاذ علا شعور يعني نعم ايدي ايضا كأم يعني حينما كنت أجهز معك هذا اللقاء وتحدثت معك عبر الهاتف قبل اللقاء أيضا قلت لي أنك تعانين أيضا كأم من استخدام الأطفال لدى أو من أبنائك وتعاملهم مع مواقع التواصل الاجتماعي. ما هي أبرز هذه الملامح التي يكون فيها صعوبة في التعامل مع الأطفال وإقناعهم بمحاولات أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بنمط معين أو بحدود معينة؟ بالضبط. هلا مشكلتي انا شخصيا انه اطفالي بيقارنوا نفسهم باطفال اخرين. انا يعني في بيتي طبقنا انا وزوجي اتفقنا انه نطبق القاعده الاساسيه انه ما نستخدمش الانترنت كما طلب فيسبوك انه ما يكون عمرك اقل من 13 سنه ممنوع تستخدمه، يجب ان يكون عمرك 13 وما فوق. طبعا في كثير اطفال اصدقاء لاولادي عم يستخدموا الانترنت من عمر يعني 6 سنين و5 سنين، بيكون عندهم حسابات على الفيسبوك وطبعا لما الاهل يصنعوا لهم هالحسابات بيكذبوا بشان العمر. نحن دائما عم نطبق، انا بقول لهم انه هذا قانون ولازم احنا ننتبه فيه انه هذا قانون فيسبوك. نعم يعني هي الطريقه اللي عم بحاول فيها انه انا اهرب من هذا الموضوع. نعم لكن طبعا انا ما عم بقدر اتجنب استخدام يوتيوب نعم. واستخدام القنوات الاخرى. نعم استاذ علا طرحنا استطلاع رايي على صفحتنا على موقع تويتر وكان الاستطلاع يقول كيف تؤثر شبكات التواصل الاجتماعي واستخدامها من قبل الأطفال على شخصيتهم. يبدو أن الغالبية إذا ترى أن منصات التواصل الاجتماعي لها تأثير سلبي على حياة الأطفال وعلى شخصية الأطفال، حيث صوت نحو 88% للاختيار السلبي مقابل 12% فقط مقابل اختيار أو يرون أنه إيجابي. وبهذه النتيجة أذهب إلى الأستاذة نسرين، دكتورة نسرين عفوا، طلعت على هذه النتيجة من قبل استطلاع الرأي الذي طرحناه للجمهور. كل الجمهور يرى أن الأطفال يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي وتؤثر عليهم بشكل سلبي. نعم أكيد بتأثر عليهم بشكل سلبي لأن إحنا مش موعيين أولادنا على أمور عدة، أهمها ما أتواصل مع شخص من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وأنا ما بعرفه. هلا أنا العالم الافتراضي كتير سيء، ممكن أنا أعمل حساب يكون وهمي، أعمل حالي طفلة بس أستغل هذا الطفل. فلازم أطلب من أولادي أنه ما يتواصلوا مع أشخاص ما بيعرفوهم، يكون التواصل من خلال أشخاص بيعرفوهم بالعالم الواقعي. التأثير على الشخصية بالنسبة للطفل دكتورة نسرين، التأثير على الشخصية، شخصية الطفل طبعا في هذا السن تتأثر وتتشكل شخصية الطفل، ما هو التأثير الذي قد يطرأ على شخصية الطفل من خلال التعامل مع هذه الشخصيات الوهمية؟ أكيد طبعا بيأثر عليه بشغلات كثيرة لأنه بكون عم بغرس في عقله أفكار. هلا أنا ما بعرف ابني مع مين عم بتواصل إذا أنا مش مراقبته، فيمكن يكون في عنده أفكار ثقافية، أفكار سياسية، أفكار عنصرية، ممكن يكون يبعد عن الدين. فأنا ما بعرف الشخص الثاني اللي عم بتواصل مع ابني شو عم بيغرس بعقله من أفكار، فهذه بتبلور فكره وشخصيته. فعشان هيك أنا بقول دائما نراقب الأهل، يكون عندهم مراقبة دائما لطفلهم لما بتواصل مع الآخرين، لأنه بصراحة ما في مراقبة على المعلومات اللي بتنحط بالعالم الافتراضي أو شبكات التواصل الاجتماعي. فابني أي معلومة يمكن يأخذها يمكن يصدقها، لأنه سابقا كان ابني يأخذ الثقافة والقيم من خلال مجتمعه، من خلال البيت، من خلال المدرسة، من خلال الأصدقاء. ولكن للأسف مع الأيام مع وجود شبكات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا والموبايل صار ابني يتلقى هاي المعلومات من هاي الشبكات. نعم. أنا لازم أكون حذرة ابني أي صفحات بدخل على الانترنت أو بتأكيد. على اليوتيوب بخصوص أو على هذه شبكات النقطة التواصل الاجتماعي التي ذكرتها دكتورة نسرين وهي الثقافة والأخلاقيات المجتمعية. هناك محور آخر أستاذة علا أسألك عليه وهو مقدار هذه الثقافة التي قد يحصل عليها الطفل والانفتاح على العالم والأفق الجديد وإمكانية التعرف على آراء مختلفة. هل نعتبر هذا جانب إيجابي برأيك قد يصل إلى الطفل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؟ بصراحة أنا بعتقد أنه ممكن يكون إيجابي أكثر ما يكون سلبي، وأنا هون بركز دائما أنه نفس التعليم اللي إحنا بنتعلمه وعلمونا يا أهلينا عشان نتعلم مع الناس بالواقع، بالواقع لازم نطبقه على الواقع الافتراضي. أنا بحب إنه ننمي بأبنائنا قدرة على ممكن تجنب المشاكل، ولكن أهم بالنسبة لي هي حل المشاكل. يعني هل أنا أستطيع أن
يعني أربي في ابني كيف يستطيع حل المشكله اللي ممكن يواجهها اونلاين، وكيف يغربل المعلومات اللي ممكن يتلقاها من اما من مواقع اخباريه او مواقع اخرى. نعم. او حتى من التلفزيون. محور اخر يعني نفس القواعد اللي من نعم محور اخر محور اخر في الشق الذي يتعلق بك كأم، الان هل يؤثر هذا على القدره الدراسيه لديهم؟ بصراحة أنا يعني الإنترنت والتواصل الاجتماعي عم بيساعد أولادي بالدراسة أكثر ما يحتاجوهم، يعني أبحاثهم بخصوص المدرسة صارت أسهل وتلقيهم للمعلومات صار أوضح، بحس إنه أفقهم توسع أكثر وصار قدرتهم على استنباط المعلومات أفضل يعني. نعم. نذهب إذن بسؤال الأخير إلى الدكتورة نسرين. دكتورة نسرين، إذن الآن ربما قد يستخدم هذا الإطار أو مواقع التواصل الاجتماعي في زيادة القدرة الاستيعابية للطالب في الدراسة، هل نستطيع توجيه الدراسة بجانب مواقع التواصل الاجتماعي والاستخدام لمواقع التواصل الاجتماعي في المدارس والجامعات أو في هذه للفئة العمرية الخاصة بالأطفال عفوا في المدارس، هل نستطيع أن نوجههم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي ونستطيع إقناعهم بذلك؟ نعم أكيد، وفي كتير مدارس عم بطبقوا هذا الحكي، يعني عم بصير كتير في أبليكيشنز على الموبايل أو من خلال الإنستغرام إنه الطالب بيعرف إيش عليه واجبات من خلال الإلكترونيات، من خلال التطبيقات خلال الهاتف القلوي أو من خلال الإنستغرام، بكونوا في جروب مشتركين مع بعض، فممكن كمان مواد نعطيها للطالب من خلال التطبيقات أو من خلال الإنستغرام. أنا مش ضد، أنا مع نستخدم شبكات التواصل الاجتماعي، إلها كتير دور بتنمي فكر الطالب وثقافته، ولكن تستخدم بطريقة صح، فأنا بشجع أنه تدخل هي بالأساس كمادة تدرس بالمدارس. في عنا إحنا بالأردن كتير أخصائيين مهتمين بأنه يدرسوا أو متخصصين أو مدربين بشبكات التواصل الاجتماعي أن يدخلوها كمنهج في المدرسة، كيف يستخدمها كأداة وكيف يستغلها كسلوك، كيف سلوكياتنا بتكون من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، لأنه هي عبارة عن شبكات، وأنا ما إشي لا. اسمه شبكة. إذن في النهاية دكتورة نسرين، ملخص هذا الأمر يتحدد في المراقبة من قبل الأهل وأيضا المراقبة من قبل جهات التعليم لدمج التعليم أيضا مع مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق الاستفادة الأكبر من هذه المواقع لدى هذا السن من الأطفال. أشكرك شكرا جزيلا دكتورة نسرين خوري، كنت معنا عبر سكايب من عمان الأردن، وأيضا الأستاذة علا الفراتي كانت أيضا معنا عبر سكايب من الأردن أيضا، أشكركما على هذه المداخلة، ومشاهدينا أيضا أشكركم على طيب المتابعة، ودوما تذكروا أن تراسلونا بالقضايا والقصص. إلى اللقاء.